أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال وسيدات الأعمال المتميزة، اخترنا لكم اليوم السيد خالد خليفة، صاحب ومؤسس فن أند فن. أستاذ خالد، نورتنا ونورت برنامجنا اليوم. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن الأستاذ خالد. أنا خالد صالح، بقالي حوالي 35 أو 36 سنة في الإمارات. ما شاء الله. لما جيت اشتغلت في السيارات، تجارة السيارات، قعدت فترة فيها اشتغلت السيارات، وبعدين حولت على الملابس. لقيت الحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمنا وفي مجال كويس، ربنا وفقنا، والتوفيق ده شيء مش سهل أبدا. أكيد. خبرنا أكثر عن سبب اختيارك مثلا مجال الملابس بالتحديد عن باقي المجال الثاني، أو ليش غيرنا المجال يعني؟ والله هو معظم الأهل كانوا بيشتغلوا في تجارة الملابس، وأنا عندي فكرة فيها من صغري، من قبل حتى ما اشتغل في السيارات. اشتغلنا فيها يمكن سنتين ثلاثة قبل بداية السيارات. فلما حصل بعض الأحوال في السنين اللي فاتت الماضية، قلنا ممكن نغير المجال أو كذا. الحمد لله رب العالمين، ربنا فتحها علينا. الحمد لله. يعني ما شاء الله خبرة. يعني في المجال نقدر نحكي إنه خبرة طويلة في المجال، ومأخوذة عن الخبرة الأصلية. نعم. من الأهل. نعم. طبعا. نعم. خبرنا أكثر عن المنتجات واللي بتقدموها في فن أند فن. والله حضرتك، إحنا عندنا ملابس أطفال، وعندنا رجالي، وعندنا حريمي، عندنا عبايات حريمي. الكواليتي بتاعها ما شاء الله ممتاز، وبنفس الوقت السعر كويس. يعني ما شاء الله. إحنا بنشتغل في اللوكال ماركت، وبنجيب وارد من برا، نجيب بضاعة من برا، من الصين، من الهند، من باكستان، من بنغلاديش. وحوالي 70-80% لوكال. ما شاء الله. يعني حوالي 70-80% بنجيب مصانع عجمان، وعندنا اور اون برودكشن كمان. ما شاء الله. بنعمل بضاعه لينا احنا بتاعت فن اند فن. متواجدين هون في دوله الامارات. نعم. كل التوفيق دايما التوفيق من رب العالمين. مفيش مجال، ربنا سبحانه وتعالى بيخليك يمكن تحط ايدك على المكان اللي هو ممكن يكون بنور لك الطريق. ايوه، ممكن يكون فيه الخير. ما شاء الله عنكم، يعني بصراحة جميع أنواع الملابس، سواء رجالية، أطفال، وكمان حتى للنساء. خبرنا أكثر، بظل المنافسة الموجودة في سوق دولة الإمارات العربية، بالتحديد في سوق دبي، المنافسة كتير قوية، لازم يكون عندك شيء مميز. عشان هقول لحضرتك على حاجة، اللي دايما الكواليتي بتاعه كويس وسعره هو بيبان بيفرض نفسه. الناس بتفهم، الناس كلها بتنزل الأسواق، يعني الناس بتفهم، تقدر تقيم الأشياء ما بين البضاعة دي والبضاعة دي والمكان ده والمكان ده، وبتعرف المكان ده في بضاعة أفضل وبسعر أفضل. أكيد. وبعدين لو ما كانش فيه منافسة أنت مش هتستمر. صح. مش هتستمر لو ما كانش الكواليتي بتاعك كويس وسعرك كويس، مش هتستمر. صحيح. طبعا في ظل يعني ما شاء الله عمر طويل بالمجال، وعمر طويل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدون هدف ورؤية مستقبلية. نعم. مستحيل كان واحد وصل. مزبوط. لهذا النجاح. مزبوط. احنا حابين نعرف شو هدفك الجاي وشو الرؤية المستقبلية. احنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين بنعمل فرع تاني كمان هنا في دبي، وان شاء الله قدامنا يعني على السنة الجاية ان شاء الله هنعمل كمان في بقية الامارات فروع، زي ما عملنا قبل كده في السيارات. اختبار حضرتك ازاي، فاسأل ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نتوفق يا رب. وفي مجال بيشجعك على انك تستمر، في مجال بيشجعك على انك تنتج، يكون عندك رؤية زي ما حضرتك قلت. تاني حاجة، المكان اللي انت بتشتغل فيه لازم يكون فيه أمن وأمان. طبعا. ومفيش أحسن من دولة الإمارات العربية. طبعا. المتحدة في الأمان. طبعا. واللي مش حاسس بالنعمة دي ان هو عايش في بلد عندك فرصة انك تقدر تنتج فيها، عندك فرصة انك تقدر تحط رجلك فيها، عندك فرصة انك تقدر تعيش كويس وبرخاء. صحيح. اللي مش حاسس ان هو عايش في البلد دي بهاي الرفاهية، بهاي الرفاهية، مش حاسس برفاهية، مش حاسس برفاهية، بيكون عنده أكيد مشكلة. صحيح. بيكون عنده بالفعل. ليه؟ الحمد لله رب العالمين، الحكومة بتساعدنا في كل حاجة. رحت طلعت دلوقتي اقتصادية في نفس الوقت بتخلص، لو رحت عملت تأشيرة في نفس الوقت بتخلص، تقدم على أي معاملة بعد ساعتين بتخلص. كمساعدات الحكومة بفضل ربنا سبحانه وتعالى وشيوخنا الكرام، الله يجزيهم عنا الخير. آمين. ما بيقصروش. وكفاية ان الناس بتدور عليك انها تساعدك وتسندك علشان تطلع تحط رجلك على المكان الصح. أكيد. اما تلاقي كل الفرص دي، اما تلاقي الف به تجارة، اما نيجي نقول عشان نعمل بيزنس في مكان، اول حاجة بتختار المكان لازم يكون المكان امن وفي امن علشان تقدر تنتج. بالفعل.
يمكن في بلاد كتيرة حوالينا مفتقدة الحتة دي. رجال الأعمال ورؤوس الأموال عشان تستثمر لازم تكون في مكان آمن على الأقل عشان تقدر صحيح. عشان تقدر تعمل بيزنس فيه صحيح. وده شيء مهم جدا إن ما فيش حد بيضايقك، ما فيش مصالح حكومية بتضايقك، ما فيش حد بيزعجك بيعمل لك إزعاج. طول ما أنت ماشي وعارف شغلك وعارف اللي ليك وعارف اللي عليك أكيد ربنا هيوفقك. أكيد طبعا طبعا نعمة الأمن والأمان يحسد عليها جميع من يسكن في هذه الأرض الطيبة، والحكومات كمان قدمت أرض خصبة لجميع المستثمرين من داخل أو من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. أستاذ خالد نورتنا بصراحة اليوم. أحب أشكر جدا شيوخنا الكرام الشيخ محمد بن زايد الله يطول في عمر رئيس الدولة، الشيخ محمد بن راشد الله يطول في عمره، آمين يا اللي ما بيسيبوش أي حاجة ممكن تسعد الناس وتقدم لهم الرفاهية والرخاء في البلد ومساعدتهم عشان إحنا كلنا نقوم مع بعض. صح بالفعل. طبعا قبل ما ننهي حابين نعرف كيفية التواصل والوصول لفن أند فن. حضرتك إحنا عندنا ويب سايت فن أند فن UAE www.funandfunuae.com، وعندنا على الفيسبوك وعندنا السناب شات والتيك توك طبعا في كل التواصل في كل السوشيال موجودين احنا فن ان فن. حتى في المواقع الهندية موجود عندنا كمان سايت علشان تغطي جميع الجاليات وجميع الاحتياجات الموجودة في جداً الدولة. نهتم جدا بكل والبضاعة اللي عندنا كمان لكل الجنسيات اكيد طبعا. طبعا جميع ارقام التواصل والموقع الالكتروني سوف تظهر اسفل الشاشة. نشكرك مرة اخرى استاذ خالد. الى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الاسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي امان الله.